أسامة عبد المجيد كان بيسلم على الهوا بدماغه، وبعد ما مايلي يطرقع له ظهره هما الاتنين يبقى وشهم لعواد. فجأة حسام بيقرر يتمشي. انت لو غلطت فطبيعي، انما كمان مكسل تغطي غلطك. شوف بقى المسلوسي على الناحية التانية فتح سبرنت عامل ازاي عشان يجيب الكورة، وكأن المسلوسي هو اللي كان من ناشئين الزمالك مش حسام. يعني انت عندك مشكلة في الخروج بالكورة، ومحمود علاء هو احسن مدافع عندك بيلعب برجله، ده غير ان انت الخطر الوحيد اللي بتعمله من كور ثابتة، فتطلع محمود علاء احسن واحد مميز عندك في الرأسيات. انت شكلك صدقت ان حسام متين.